الحمد لله الآن بدأنا الحملة الوطنية المشتركة للأمن الغذائي والدوائي بتعاون كافة الأجهزة الأمنية، تتمتع في الحارس البلدي والأمن المركزي وكافة الدوريات الأمن. الحمد لله الآن شغل بدأنا فيه من فترة، واليوم الحمد لله قد تم ضبط سوق الكريمية ما يعرف بالصامبا. كان تم استهداف أكثر، يعني تم ضبط جميع المخالفات، وكم تم يعني تعاون بين الأجهزة الأمنية الموجودة غادي. والحمد لله الآن شبه ما نقول ان السوق يعني السوق الليبي حيكون نظيف الايام القادمه ان شاء الله. اليوم 28/11/2018 في إطار جولة ميدانية من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمشاركة أفراد الحرس البلدي في الكرايمية وشارع السامبا. هذه الجولة تحت إطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي تحت شعار من أجل صحة وسلامة المواطن، ويقوم فيها المركز بممارسة صلاحياته واختصاصاته كما عهدناكم بكل صرامة وقوة، من أجل أن يهنأ الشعب الليبي بغذائه وشرابه ويطمئن على دوائه. طاهرة خلطة مثل تبيع عندي حتى فاتورة شهرة الحملة هذه الغاية والغرض منها قبل كل شيء حماية المستهلك ومراقبة السوق الليبي من البضائع اللي تدخل فيه سواء من الداخل ولا من الخارج، وتكتيف الجهود مع الأخوة الزملاء الحرس البلدي، وكان ولينا معهم عدة ندوات وعدة لقاءات، والتنسيق لهذه الحملة وحول الحملة مستمرة في جميع مناطق طرابلس، ونتمنى أن تنتشر في ليبيا بالكامل، يتحدوا حدنا جميع المناطق الأخرى والبلديات. واللي زي ما قلت لك في البداية الغاية والغرض منها حماية المستهلك وتوفير الأمن الغذائي، وشعور يشعر المواطن أن فيه من ناس حريصة على سلامته وحريصة على أن تقدم له غذاء آمن وغذاء آمن وغذاء صحي. لاحظنا في بعض جينا في بعض المحلات يعني بضايع ممكن تكون دخلت عبر المنافذ غير شرعية، يعني تقولوا تهريب أو في حاجة، من ضمنها في عصير رشيشة، هذه يا باشمهندس رشيشة، هذه عصير من إنتاج جمهورية مصر العربية للبيع في جمهورية مصر العربية فقط، غير مخصص للتصدير، غير مخصص للتصدير، يعني أهو موجود عندنا احنا في السوق هو متاعنا، يعني غير مار على القنوات الرقابية، يعني غير مش يعني مش زي ما نقولوا مش خش تحاليل ومش خش حاجه زي، وهي بضاعه موجوده في السوق. هذا دليل على شنو؟ دليل على ان البضاعه جايه من مصر غير يعني غير مره على القنوات الرقابيه. حاليا مكلفين في سوق الكريمية مع مراقبة الأغذية والأدوية، وحاليا قائمين بحملة على المحلات تفتيش على سوء التخزين والصلاحية والحاجات المبهمة اللي ما عليهاش صلاحية، زي هذه البضاعة سوء تخزين، زي الشوكولاتة زي المسكتة زي العصير هذا، وإن شاء الله مستمرين في الحملة لأن نكملوا حملتنا في سوق الكريمية إن شاء الله. خلاص 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 خلاص